السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. سمو محافظ الجنوبية يترأس اجتماعا تنسيقيا عن بعد لمتابعة مشاريع تطوير المرافق العامة بالمحافظة. أعلن نتائج الامتحانات النهائية للمدارس إلكترونيا نهاية الشهر الجاري. حملة غذائك من بيتك تتفاعل مع الأسر المتعففة في الشمالية. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية اجتماعا تنسيقيا عن بعد بشأن متابعة مشاريع تطوير المرافق العامة بالمحافظة. وفي بداية الاجتماع ثمن سموه دور وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبلدية المنطقة الجنوبية في التعاون والتنسيق المشترك مع المحافظة لمتابعة احتياجات الأهالي لتطوير المرافق العامة بالمحافظة، موضحا سموه أن الجهود المشتركة مع الجهات المعنية في متابعة مراحل مشاريع العيون الطبيعية والمنتزهات بمناطق المحافظة تأتي تلبية لاحتياجات الأهالي بتطوير هذه المواقع لما تحظى به من قيمة تاريخية وطبيعية. أكد وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي أن اعتماد نتائج الطلبة للمراحل الدراسية المختلفة سيكون قبل نهاية هذا الشهر، وأنه سيتم رفع النتائج إلكترونيا للإطلاع عليها مع إمكانية طباعتها، إذ لن يتم توزيع الشهادات الورقية بالمدارس كما كان في الظروف العادية، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. إضافة إلى ذلك، لن يكون هناك دورا ثاني وحق التظلم مكفول للطلبة وفق الإجراءات المحددة. وأكد الوزير أن تصحيح التطبيقات سيتم بواسطة المعلم بدعم من لجان تدقيق، وأن التطبيقات الرقمية البديلة للامتحانات النهائية تخضع لأقصى درجات التدقيق والمراجعة. وأضاف بأنه يمكن للخريجين طلب شهاداتهم وإفاداتهم وكشوف الدرجات بالبريد عن طريق الحكومة الإلكترونية. أشاد السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية بتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أشاد بتوجيهات سموه لدعم الأسر والمواطنين البحرينيين والمحتاجين والمتضررين من جائحة كورونا من خلال حملة فينا خير، معتبرا أن توزيع السلال الغذائية ضمن حملة غذائك في بيتك التي أطلقتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتعاون مع وزارة الداخلية تسهم في التخفيف من آثار الجائحة، مؤكدا السعي في إيصال السلال الغذائية لمستحقيها من المواطنين والمقيمين، ومشيدا بمختلف المبادرات التي تسهم في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية. حذرت مكافحة الجرائم الإلكترونية من صفحة ذات طابع احتيالي على موقع فيسبوك تدار من خارج البحرين وتروج لمنحة وهمية الغرض منها استغلال أرقام هواتف المواطنين في أعمال دعائية وبرمجيات خبيثة. ونصحت الجرائم الإلكترونية المواطنين والمقيمين باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم التعامل مع أي روابط احتيالية أو رسائل مغرضة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر خط الطوارئ الخاص بالإدارة 992. السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. المجتمع الدولي يشيد بتطبيق مجتمع واعي وتوظيفه للتكنولوجيا الحديثة للحد من انتشار الفيروس.
دعت هيئة البحرين للسياحة والمعارض المتابعين عبر حسابها على الإنستغرام للاشتراك في المسابقة الوطنية، والتي ستستمر حتى منتصف ليل يوم الثلاثاء 30 من يونيو الجاري. وتعتبر هذه المبادرة ضمن إطار جهودها للترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية رائدة ومتميزة، وضمن إطار حملة ولهنا عليكم الهادفة لزيادة أعداد السياح الوافدين إلى البحرين بعد انقضاء أزمة فيروس كورونا، ومن شأنها أن تفتح المجال أمام المواهب الكامنة لاستعراض مهاراتهم الإبداعية في تصوير معالم المملكة ونمط الحياة السائد بها من منظور مختلف ومبتكر. وتأتي هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الشاملة للهيئة لتسويق وترويج الهوية السياحية بلدنا بلدكم، والتي تركز على ترويج المنتج السياحي البحريني على المستوى الإقليمي والعالمي. وللحديث حول هذه الحملة تنضم معنا عبر سكايب السيدة ريم توفيقي، رئيس العلاقات السياحية في هيئة البحرين للسياحة والمعارض. مساء الخير. بداية، ما هي أهم أهداف هذه الحملة الوطنية التي أطلقتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي؟ مثل ما كنتوا شايفين، تم أطلاقها من تقريبا من أسبوعين لثلاثة أسابيع. الحملة مبدئيا في مرحلتها الأولى، المرحلة الأولى بتكون كامل في الفضاء الإلكتروني الديجيتال تقريبا، وهي تقريبا مثل ما شفتوا فيديو، تم إطلاق فيديو تعريفي للسياحة البحرين على الأماكن وهاي، ومثل الفيديو أنه حتى لو في مثل هالظروف الأماكن البلد في هدوء في ظروف هادئة، ما زلنا إحنا في انتظار السواح بإذن الله، وأول ما ترجع الأمور إلى طبيعتها أو أول ما تبتدي الأمور ترجع إلى طبيعتها بإذن الله. فمبدئياً الحملة هي تكون موجودة على في مراحل الفيديو، وتم إطلاق أيضاً مسابقة تصوير لمسابقة تصوير تابعة للحملة لتشجيع الناس والمصورين عامة بتشوفون البحرين بمنظور ثاني، مثل ما نقول أو نشوف أماكن يمكن الناس للحين ما تعرف عنها. نعم. فنوع من الترويج للبحرين والترويج للحملة. فهاي المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية والثالثة فراح تبتدي مع تدريجياً، مع ابتداء أول ما تبتدي الحياة ترجع شوي شوي إلى طبيعتها، فراح تكون فيها كمرحلة ثانية راح يكون فيها زيارات إلى مناطق عدة، مثلاً وين الناس تقدر تروح وين الناس تقدر تيجي، طبعاً في ظل الظروف الراهنة وفي ظل الأخذ الإجراءات الاحترازية طبعاً راح يكون. أما بالنسبة للمرحلة الثالثة راح تكون هي إن شاء الله بإذن الله مع عودة الفعاليات للمملكة إن شاء الله. نعم، ما هو المردود المتوقع من هذه الحملة على القطاع السياحي في مملكة البحرين، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع؟ طبعا حاليا مثل ما انتم عارفين احنا للحين في الكوفيد 19، في مرحلة الكوفيد 19، وللحين مثل ما ذكرتوا المطارات والجسر للحين مسكرين. وهاي الحملة كانت نوعا تشجيعيا لإخواننا الخليجيين بالسعودية والكويت والجميع دول الخليج عامة، لتشجيعهم ان اول ما تفتح المطارات والجسر بإذن الله احنا راح نستقبلهم وتطمنهم ان شاء الله بإذن الله ان الوضع في البحرين في أمان، وكل المنشآت السياحية والأماكن السياحية بإذن الله راح تكون في استقبالهم باتخاذ جميع كافة الإجراءات الاحترازية. فهاي مثل ما تقولون المرحلة الأولى كانت تشجيع خلينا نقول تحية لأهلنا في الخليج، أن إحنا ناطرينكم ولهنا عليكم وإن شاء الله نشوفكم قريب في أوضاع أحسن وفي حال أحسن. فمتوقعين المردود بإذن الله راح يكون مردود جدا جميل ويهدف لخدمة السياحة في البحرين. نعم، السيدة ريم توفيقي، رئيس العلاقات السياحية في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، شكرا لك.
شارك سعادة الدكتور رائد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا في ندوة حول مكانة ومزايا الرقمنة في حوكمة الجماعات الترابية الإفريقية. وأشار الدكتور بن شمس خلال ندوة أن المجتمع الدولي أشاد بتطبيق مجتمع واعي الذي أطلقته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مع بداية جائحة كورونا بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة. وأضاف الدكتور بن شمس بأن هذا التطبيق هو منصة وطنية شاملة تقوم على توظيف التكنولوجيا وتطويع كافة الوسائل المتاحة والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة وتقنيات الأجهزة الذكية بهدف تعزيز حماية المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا، مما لفت أنظار المجتمعين الإقليمي والدولي إلى ما تتمتع به مملكة البحرين من إمكانيات تكنولوجية قوية. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.